في قسم في الوزراء والناس اللي بتتولى مناصب عامة، ونرى في تقدير متواضع أن تقديم برنامج أو توك شو مسائي في هذه البلاد وفي هذا التوقيت شيء لا يقل كثيرا عن الوظيفة العامة. وإحنا بأقسم بالله أمامكم أن نحافظ بإذن الله على ما قدمناه سابقا وعلى نفس الطريقة ونفس الحياد، بكل الاحترام لحضراتكم ولضميرنا والربنا قبل كل شيء. مصر مش محتاجة الكلام، محتاجة البداية. يلا.